الفيديو ديالو، شفت الناس هضرت عليه بزاف في المواقع التواصل الاجتماعي، كلشي تيدوي عليه كلشي. يعني هذاك الفيديو واحد ما تقبل الراجل، لا حتى شي واحد. الراجل يتهان بديك الطريقه، راه ما خصش الراجل يتهان بديك الطريقه، حشومه تبقاو انت مراه وبقى فيك الحال. وشنو الراجل باش يتهان بالطريقه؟ الراجل راه يعني راه اب، راه اخ، راه ولدي، راه خويا، راه ولد عمي، راه هذا. ما خصش الراجل يتهان بديك الطريقه. دابا مشاهدينا السلام عليكم، كنتلاقاو معكم من جديد مع مواطنه وفاعله جمعويه اللي حتى هي كتستنكر هاد الفيديوهات اللي اثاروا ضجه، ديال ديك الشابه اللي لابسه لباس فاضح، زائد الكونسيبت ديالها اللي حتى هو فاضح وكيهين الرجل. مروه، شتي الفيديو كي جاك؟ السلام عليكم. اولا مبروك عليكم العيد، مبروك على صاحب الجلاله الملك محمد السادس. حنا كي جمعيه البصمه للخير تنباركوا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس على العيد، عيد الفطر. تنقولوا لي يدخل عليك بالصحه والسلامه والعافيه، ونباركوا الامه الاسلاميه داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبه للاخت على هذا الفيديو، على هذا الفيديو اللي شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيديو لا علاقه يعني بالتربيه ديالنا وبالاسلام ديالنا وبالدين ديالنا. يعني راه خاص بالنسبه لهذا الشيء ديال اليوتيوب ولا هذا يتحذف. واخا واحد دقيقه. اذا اذان صلاه العشاء بين مسألة، خليكم معنا مشاهدينا دقائق ان شاء الله ونكملوا الموضوع ديالنا حول هذا الفيديو اللي اثار ضجه كبيره واللي استنكره عدد كبير من المغاربه. خليكم معنا مشاهدينا. اذا خليكم معنا بين مسألة الاذان ديال صلاه العشاء، خليكم معنا مشاهدينا في هذا البث الحي والمباشر. هذه واش معقده من الرجال؟ وبالنسبه لا، ولا البوس ماشي بهذه الطريقه، يعني سهل الرجال يعني لا ماشي اي حاجه نديرها باش انا نهين واحد الراجل ولا نهين واحد المراه ولا الثاني. بالنسبه للهنا راه خايبه، بالنسبه للرجال راه هما شي النساء، اما لا كانوا شي بالرجال ما غيمكنش يحطوا راسهم في ذاك الموقع. ما يمكنش يكون واحد عنده شخصيه قويه وراجل ويحط راسه في ذاك، لا ما يمكنش. هذه انا ما يقدرش يديرها راجل. اذا رجعنا معكم مشاهدينا بعد نهايه اذان العشاء، تفضلي مروه كملي. نذكروا الناس اللي عاد تلاحقوا بنا، مروه مواطنه وفاعله جمعويه اللي حتى هي استنكرت ذاك الفيديو ديال صاحبه الكلب اللي اختار لها العاشق ديالها في ديك داك المسابقة، أو لا ما فهمناش داك الكونسيبت ديالها. تفضلي. السلام عليكم. غنكملوا الفيديو على الفيديو ديال السيدة اللي دارت داك الكلب وتتهزه بالرجال. يعني حنا راه دولة إسلامية ودولة مغربية وعندنا مالكنا الله يخليه لينا، وحنا تنقولوا عاش الملك والصحراء مغربية. يعني باش تتهزه بالرجال راه حشومة وعيب. يعني راه بالنسبه لي انا عطات الكلب لهذوك الرجال، هذوك الرجال غيكونوا بالنسبه لي انا شبه النساء باش تعزل واحد فيهم. لا ما يمكنش غيوقفوا، شوف ما يمكنش غيوقف واحد من الرجال وغتكون عنده شخصيه قويه وغدير ليه بديك الطريقه وغيوقف. ما هذه ما غتكونش. هذه بالنسبه لي انا، حيت كاينين الرجال تبارك الله، المغاربه تبارك الله الرجال داخل الوطن وخارج الوطن. حنا تنعرفوا المغاربه تبارك الله راه رجال، وكاينين النساء تبارك الله اللي المراه بحال الراجل تبارك الله. راه حنا تنعرفوا المغاربه ديالنا، واخا تيعايرونا واخا ما عرفتش يديروا لينا. يعني المغاربه تبارك الله راه رجال، يعني سيقول لك الراجل المناسب في المكان المناسب. بالنسبه لي باش غيكون راجل ودير لي الكلب بديك الطريقه وتزهزو، لا ما غنظنش يكون مغربي، ما نظنش يكون مغربي، حيت مغربي ما غيديرش ديك الطريقة، ما نظنش أنا يكون مغربي يدير ديك الطريقة،
ويكون مغربي بواحد واحد الشخصيه قويه ودير لي ديك الطريقه ما نظنش. ومعلوم هي بالنسبه لها هي واش معقده من الرجال او عندها شي مشكل مع الرجال طريقه، ولا باغا تطلع واحد النيفو ديالها في اليوتيوب ديالها المحتوى ديالها، ما خاصهاش دير هذه الطريقه باش تزاب الرجال. الرجال ديالنا راه الراجل راه تيكون زوجي، تيكون خويا، تيكون الاب ديالي، تيكون ولد خالتي، ولد عمي، صديقي. يعني الرجال ديما خاصنا نحطوهم في واحد المرصده زوينه ونحترموهم ونقدروهم. يعني باغا تحترم الزوج ديالها، باغا تعزل الصديق ديالها، تعزلو بواحد الطريقه زوينه، تعزلو من التليفون، تعزلو من اي حاجه. اما باش تعزلو بطريقه كلب، يعني هذيك راه طريقه. وهذاك اللي عزلاتو بطريقه عشوائيه عطاتو الكلب، يعني راه هذاك ما تيتسماش راجل. هذاك شي بالنساء، هذاك حشومه، هذاك تيكون شي بالرجال وما غنبغيوهاش ليه. المهم حنا ما نتمناوش يكون هذاك مغربي، هذاك اللي عزلت ما نتمناوش يكون مغربي، حيت المغاربه ديالنا راه رجال تبارك الله تبارك الله عليهم خارج الوطن. نتمناو لهم التوفيق وتنعرفوهم يعني عندهم واحد الشخصيه قويه، عندهم نفسهم قويه، يعني ما غيكون ما غيديروش هالطريقه باش وحده تستفهم بديك الطريقه ويبدا الكلب ديالهم يعزل. حشومه هاد الفيديو، تنتمناو من الحكومه المغربيه باش تحذف هاد الفيديو، هاد الفيديو استهزاء الرجال والنساء. دابا مروه شفنا وليدات صغار دايزين من حدانا وعرفوا هاد البرنامج وقالوا سميه البرنامج وقالوا كل شيء. يعني وليدات اللي في العمر منه ديالهم 12 عام 13 عام 7 سنين دابا 7 سنين شافوا هاد البرنامج. يعني كي غيكون الانطباع ديال هاد الطفل اللي غيشوف هاد الشيء من الصغر ديال؟ يعني بالنسبه لنا حنا ما خاصش هاد الفيديو يدار اولا في القنوات وفي الترا. عندنا وليدات تبارك الله، عندنا شباب طالعين بغيناهم يكونوا قدوة لبلاد المغرب، بغيناهم يكونوا بكرة القدم، بغيناهم يكونوا قارين، بغيناهم يكونوا يكون دكتور، يكون يعني وكيل ملك، يكون قاضي، يكون وزير، يكون نوطير، يكون في الأمن، يكون في الدرك الملكي. احنا ما بغيناهمش يستهزوا، يعني هذه تستهزا بوليداتنا. احنا عندنا وليداتنا، عندنا وليدات المغرب يعني طالعين زوينين، طالعين يعني في واحد المحتوى زوين، ونبغيهم يكونوا في واحد الشخصيه قويه، ما يكونوش ضعاف بالنسبه لهم هما هاد الوليدات. والوليدات من الصغر ولا من 6 سنين ولا تيشد التواصل الاجتماعي، يعني تيشوف اش طاري في التواصل الاجتماعي. وما غنبغيش كل دارك ولاو باغيين يدخلوا الفلوس باي طريقه فلوس الأرض. يعني باغيين يدخلوا الفلوس باي طريقه، يعني الفلوس باغا تدخلها، يعني تحيد حوايجها، يعني تحيد اي حاجه باغا تدخل الفلوس باي طريقه، يا راجل يا مراه في التواصل الاجتماعي. شحال كانت لابسه مقدم درجه، يعني شحال كانت لابسه مقدم، يعني اللبس ديالها وشفت كيفاش استهزت بالرجال. ايوا واش الرجال بالنسبه لينا حنا ما غيكونوش هذوك مغاربه، وتنتمناو ما يكونوش مغاربه، حيت المغاربه ديالنا تبارك الله وصل عند برا محاربين في اي حاجه وتيكافحوا في اي حاجه وعندهم شخصيه قويه. يعني راه انا تشكر كل مغربي وكل مغربيه، يعني حنا المغاربه ديالنا حنا تنشوفهم عف التضامن اللي دار نهار الزنزال على خوتهم المغاربه، كيفاش تضامنوا، كيفاش تعاونوا مع بعضياتهم، كيفاش داروا ايد في ايد بالنسبه لهذه. يعني استهزاء يعني بالرجال، استهزاء بالرجال كاملين. وما نبغوش حنا وليداتنا يشوفوا هذا الفيديو، وحنا تنطلبوا من الحكومه المغربيه باش تحذف هذا الفيديو، يتحذف هذا الفيديو من اليوتيوب من الفيسبوك، يتحذف نهائيا. لا حشوم هذا الفيديو يتشاف، يعني وتشاف في وليدات احنا اللي شفناه ما غنديروا، واخا بقى فينا الحال غنقدروا نحذفوه من عندنا من القناه ولا من الفيسبوك. اما هم الوليدات الصغار غيبقى يتفرج به، غيبقى يعاودوا، يقدر يبقى يعجبوا يا هذه دارت كلب، يا هذه دارت. لا بالنسبه لنا احنا غنبغوا وليداتنا ولا بنياتنا ما يشوفوش هذا الفيديو وما يتفرجوش فيه. الله يخليكم، هذا الفيديو راه حشومه، هذه اللي حطت هذا الفيديو عيب عليها. يعني عطا الله ما تحط واحد المحتوى زوين، يعني عطا الله ما تحط باش تحط هذا الفيديو، لا راه ما خلاص هذا الفيديو يتحط، راه حشومه وعيب يتحط هذا الفيديو. شكرا الاخت مروه على الغيره ديالك. عارفه قلتي لي في الاول تخيلت ان واحد من ولادي في ذاك الموقع ما بغيتيهاش. لا ما غتبغيهاش، اي ولد ما تبغيش ليه ذاك الموقف، ما غتبغيش ليه هذيك الاهانه. أكيد. يعني ولدي ولا ولد الاخر ولا ولد الاخر ما غتبغيش ليه هذيك الاهانه، حشومه اهانه الدار الرجال، يعني بحال اهانه هانت الرجال، يعني هانت الرجال، يعني وحشومه عليها بالنسبه لها هي
هي يا يعني كيما راه حتى على تينا الرجال. شكرا. يعني داخل الوطن ولا خارج الوطن، يعني يكونوا مغربيين ولا يكونوا اجنبيين، حشومة تهن الرجال بهذه الطريقة. شكرا، نخليوك تجاوبي على الهاتف ديالك. بقاو معنا مشاهدينا، وما تنساوش ديروا لينا واحد جيم وتابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد. باقي معنا بزاف ديال الجمعويين وايضا بزاف ديال الناس اللي باغيين يهضروا في هذا الموضوع، فخليكم معنا والى اللقاء.